هنستكمل انا وباسل طبعا الشفوي بتاع الهاير برين فانكشنز. واسالك سؤال، السيمي سيركولار كانالز يا باسل ايه فايدتها؟ السيمي سيركولار كانالز، السيمي سيركولار كانالز دي جواها ريسبتور اسمها كريستا بولاريس، دي مسؤوله عن الكشن بتاعت المومنت بالظبط. تمام. طيب قول لي في بدايه الروتيشن ايه اللي بيحصل؟ في بدايه الروتيشن اول حاجه لما مثلا قلنا هنلف للرايت، نعم ليفت تو رايت، ايه اللي هيحصل عندنا؟ عندنا اثنين كريستا بولاريس. اول حاجه الاستيمولس بتاعتها لازم يعمل بايندنج ستريو سيجنال من ناحيه كايمو سيجنال. تمام. فلما اجي الف من الليفت من الليفت تو رايت في انيرشيا بتاعت الاندولينف انيرشيا هتخليه يلف ناحيه، هيبان لي كانه بيلف ناحيه الليفت. تمام. فبالتالي الاستيمولس كريستا بولاريس ناحيتها ناحيه الليفت هيحصل لها انهبيشن وناحيه رايت هيحصل لها ستيميليشن. تحت راس حصلت ستيميليشن اهي، فبالتالي هتروح امبلس الدماغ انا بلف ناحيه اليمين. تمام. طيب ليه انا دلوقتي وانا خلاص بلف وبلف بقالي فتره ليه مش بحس ان انا بلف؟ ما خلاص الانيرشيا يعني اوفر كامت خلاص غلبت عليها فالاندولينف بتمشي مع وده اللي بيفسر لنا لو انت راكب طياره او راكب اي حاجه ما بتحسش باي دوران او اي حاجه. طيب في نهايه الروتيشن قالوا ان بيحصل نستجمس، ليه بيحصل نستجمس؟ بيحصل نستجمس وبيحصل فيرتايجو. تمام. بيحصل نستجمس وبيحصل فيرتايجو بسبب المومنتم بتاعت المومنتم بتاعت الاندولينف. انا بعد ما لفيت المفروض ارجع حاجه تكون تحت بقى، بس المومنتم بتاعته لسه الاندولينف بيتحرك في اتجاه الروتيشن، بيتحرك ناحيه ناحيه الرايت بتاعت العاديه. فناحيه الرايت حصل لها انفليشن، ناحيه الليفت حصل لها ستيميليشن، فحسيت فولس سنسيشن ان انا بلف ناحيه الليفت. طيب فيرتايجو دي ازاي اقدر اعمل لها تست؟ فيرتايجو عن بوست بوينتنج اوف بارانويد. الراجل بيقول ايه؟ انا نفس الفكره برضه، لو الراجل ده لقيته لف وفي نقطه على الحيطه، تقول له حط ايدك عليها. لو قلت له لف ناحيه اليمين، الفيرتايجو هتحصل له ان هو بيلف ناحيه الشمال، تمام؟ تمام. فهو لو قلت له حط ايدك ناحيه النقطه دي، هيحطها لي ناحيه اليمين. بالظبط. فاست كومبنسيشن للفيرتايجو. تمام، لان هو في الاخر عنده الفكره غلط من الاول. طيب ازاي نعمل تيست للسيمي سيركولار كانال؟ تيست للسيمي سيركولار كانال عن طريق الروتيشن. صح، هو الروتيشن دي حاجه وفي حاجه اسمها الكالوريك تيست. كالوريك تيست كمان جالفانوميتر اللي هو الجالفانيك ستيميوليشن للفيستيبولار نير. طب قول لي الباس واي يا باسل اللي بيخليه يحصل استانس. الباس عندنا سلو كومبوننت والفاست كومبوننت. تمام. في سلو كومبوننت فيستيبولار نيرف هيبقى الفيستيبولار انجولار فيستيبولار نيرف بلس اللي هتشغل على طول ميديا الانتيريور بامبل هتشغل 3 و4 و6 كرينيال نيرف هتكون مسؤوله عن السلو كومبوننت اللي هم بيبقى اوبزيت دايركشن. تمام. ايه انواع الاستجمس اللي انت تعرفها؟ عندنا فيرتيكال وعندنا هوريزونتال وعندنا لاترال. تمام. التقسيمه دي حسب نوع الكلام، بس في تقسيمه ثانيه جميله في فيسيولوجيكال. فيسيولوجيكال ايه الفيسيولوجيكال؟ الفيسيولوجيكال عندنا روتيشن اوبتوكاينيتكس. بمعنى؟ روتاتوري اللي هي وانا بلف او اوبتوكاينيتكس اللي هو قاعد في قطر لو متابع شجره همشي معاها بعد كده عن سلو كومبوننت عكس اتجاه الدايركشن بعد كده انا هتروح مره واحده فاست كومبوننت في اتجاه في الاتجاه عواميد المرور والكلام ده. كلام صح جدا. طيب بالنسبه للفيرتايجو، الفيرتايجو ممكن يحصل معاه فوميتنج؟ الفيرتايجو ممكن يحصل معاه فوميتنج عن طريق ان هو ممكن يشتغل الريتيكولا فورميشن تقول على الاوتونوميك فانكشن فوميتنج يعني. طيب انت ايه علاقه الريتيكولا فورميشن بالفوميتنج؟ الريتيكولا فورميشن ما هو ده الريتيكولا فورميشن هو السنتر بتاع الاوتونوميك فانكشن بالظبط والسنتر اوف فوميتنج كمان اللي هو اللاترال ريتيكولار فورميشن كده. كلام جميل. طب لو قلنا اليوتريكل والسكيول تقدر توصف لي شكل السيليا في كل واحد ازاي وبيتحرك ازاي؟ اليوتريكل والسكيول اول حاجه السيليا عندنا راندوم اورينتد سيليا والجيلاتينس ماتيريال بتاعتها اسمها اوتلس وفي كالسيوم كريستالز بتبقى متعلقه فيها فبالتالي اليوتريكل هيبقى عندنا هوريزونتال اما السكيول هتبقى عندنا الفيرتيكال. تمام. وامتى اليوتريكل والسكيول يشتغلوا؟ يعني ثلاث حاجات اما حاجه ديتكشن اوف هيد بوزيشن ان سبيس بعد كده ام لينير اكسلريشن او ديستريشن او لما بغير سبيد ثالث حاجه عندنا ويتشر ريفلكس. تمام. طيب لو جيت قلت لك لو انا راكب اسانسير طالع او نازل يشتغل عندي السيمي سيركولار كانال ولا اليوتريكل والسكيول؟ هيشتغل سكيول بس. تمام لانها فيرتيكال. تمام. في حاجه مهمه جدا قالوها لو انت واحد غطاس وعايز تغطس تحت
بالليل قوي، هل يا ترى نخليك تغطس كده ولا لازم نعمل لك لابرينساين فانكشن؟ لازم نعمل لابرينساين فانكشن عشان لما انا هغطس تحت البروبوسيبشن بتاعي مش هيبقى موجود، كمان الفيجوال ستيمولا بتاعتي مش موجوده، فانا اعتمد اعتماد كلي في الديكشن والهيد بروبوسيبشن بتاعي على الليبرينساين كده. صح، بعتمد على الليبرينساين. طيب نيجي نسال في سؤال تاني غير الموضوع ده، الليرنينج. يا ترى الليرنينج قالوا في حاجه اسمها سيمبل ليرنينج وفي حاجه اسمها اسوشيتيف ليرنينج، ايه الفرق ما بينهم وايه هم؟ اول حاجه عندنا ليرنينج اربع انواع. اول حاجه ليرنينج ترايل ايرور، عن طريق الخطا الصح او الخطا. عندنا بعد كده بريك ايميتيشن، اللي هو اني حكايه، يعني مثلا في جيم بشوف واحد بيلعب في جيم فبقلده. تالت حاجه عندنا اسوشيتيف ليرنينج ونون اسوشيتيف. نون اسوشيتيف دي اللي هي زي الهابيتويشن او سنسيتايزيشن. اما الاسوشيتيف او كونديشننج ليرنينج اللي هي دي عندنا اوبرانت كونديشن وعندنا كلاسيكال كونديشن. تمام، يعني ايه كونديشنج ليرنينج؟ كونديشنج ليرنينج ساعتها دي انا بتعلم حاجه بربطها بحاجه ثانيه عشان اتعلمها. مثلا في الاوبرانت كونديشننج دي، مثلا انا بعمل حاجه عشان اما اخد ريورد او افويد بانشمنت. تمام، زي فكره المونكي اللي جابوه حطوه في الالكتريك بار، لما داس عليها اما يتكهرب يا اما يتفتح وياخد حاجه ياكلها. كلام صح جدا. طيب في حاجه اسمها انسايت ليرنينج. انسايت ليرنينج انا قصدي بيها البصيره، اللي هو فكره ان انت تبقى عندك عمق في الحاجه اللي انت بتفكر فيها. طب نتكلم على الميموري، ايه الفرق بين شورت تيرم ولونج تيرم ميموري؟ شورت تيرم ولونج تيرم. الشورت تيرم دي هتعمل الميموري مسؤول عن المينتس ذا هاورز، ممكن توصل للدايز. اما اللونج تيرم العمر كله. في الشورت تيرم البرين كاباسيتي بتاعتها قليله بس الريكول بتاعها سريع، اما في اللونج تيرم العكس. العكس تمام. في الشورت تيرم يحصل حاجه اسمها ريترو اكتف ريترو، يعني لما اجي اخزن معلومات عن طريق ريترو اكتف انهبيشن، اللي هو معلومات جديده بتعمل ريبليس للمعلومات القديمه. اما الناحيه الثانيه برو اكتف، المعلومات القديمه بتمنع المعلومات الجديده تيجي لك. الميكانيزمات في الشورت تيرم عن طريق البوست سينابتيك سينتيشن بزود الكالسيوم، اما ناحيه ثانيه بعمل موديفيكيشن للسينابس نفسه، بزود السينابس، بزود الفيزيكلز، بزود النيورو ترانسميترز، بزود الانزيم. طب ايه مثال للشورت تيرم ميموري؟ الشورت وركينج ميموري اللي انا اول ما اصحى الصبح هعمل كذا وكذا 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 وبقضي وقت. طيب ممكن مثال كمان سنسيتايزيشن اللي احنا قلناها قبل كده. تمام، اللونج تيرم ميموري. طب سؤال، الشورت تيرم يتخزن فين في البرين؟ شورت الهيب كومبلكس. تمام، واللونج تيرم يتخزن فين؟ شكل بروتين، اللي هو هيبقى في شكل بروتين، هو في اللونج تيرم بيبقى في نيو كورتكس او كده، فممكن يتخزن كده. كلام جميل. الزهايمر ديزيز ايه اللي بيحصل فيه؟ الزهايمر دي نيوروفاسكولار ديجنريشن، هيقل السينابتيك نوبس، هيقل الفيزيكلز، فبالتالي ممكن الراجل يفقد الشورت تيرم ميموري، وكمان ممكن تتطور الى لونج تيرم، وكمان ان هو مش هيبقى عنده يعني هيفقد الجادجمنت، قدره على. تمام، تعرف بس حاجه اسمها بابز سيركت. بابز سيركت تمام، دي المسؤوله عن الشورت تيرم ميموري، دي بتبتدي من السب لوزون جايروس، سيموليت جايروس، بعد كده هتدخل على الاسماس، اسماس بعد كده بره الكومباس، هتبعت الميلر بادي، هيبعت الانتيريور نيوكلس اوف الثالاموس، بعد كده هتكرر. تمام، يعني كونسوليديشن اوف ميموري، دي احول الشورت تيرم ميموري لونج تيرم ميموري، عن طريق ان انا اعمل الهارت ريهرسل. طب دي اقل مده ليها قد ايه؟ من 15 دقائق. تمام، واكتر مده من ساعه ساعتين. كلامك صح، افهم من كده لو اقل من خمس دقايق واحد جاله ارتجاج في المخ او برين كونكشن ممكن ما يفتكرش الحاجه دي تاني. طيب نيجي لموضوع السبيتش، كل الناس عارفاه موضوع السبيتش، عايزك تقول لي يعني ايه سبيتش بصفه عامه؟ السبيتش ability to express emotion او language by spoken word او written word. طب قول لي بسبوكن وورد ازاي؟ عن طريق البرودكاست اريا. البروكاست اول حاجه عندنا سبيتش سنتر، عندنا سنسوري موتور، السنسوري عندنا فيجوال اسوشيشن، الفيجوال اسوشيشن الفيرنكس اريا، كلهم هيجمعوا المعلومات سواء من الفيجوال او الاوديتوري او الفيرنكس هتفهم، هيبعتوها للبروكاست. البروكاست تبعت اريا 6، وكمان بالبيزك جانجر سيربيلم هتعمل بلينينج
عشان البروجرام وهتبعتها لكورتيكو باربر كورتيكو باربر تراك اللي هتبعتها للمسلز المسؤوله عن الكلام اللي هي كلامك صح ده لو كلام. طب لو عايز اعبرها بالكتابه نفس الكلام نفس السنسور فانكشن بس هنيجي على الموتور هتبعتها للهاند سكيلز اريا ان برضه هتبعت البري موتور بس هتبعته بقى طريق كورتيكو سباينال تراك اللي هي الاكزنر اريا. كلام جميل جدا. طب ده هيجيب لنا السؤال الفيرنكس اريا لو باظت بتعمل ديزيز اسمه ايه؟ سنسوري افيزيا اللي هو السنسوري افيزيا ده اللي هو الراجل مش فاهم اللي بيتقال تمام بالتالي اسمها فلوينت افيزيا اللي هو بيتكلم كتير ومنج من غير معنى منجز اللي هي جارجون ونيولوجيزم بيتكلم كلام خرافات ومش اي معنى. طيب الانجولار جايروس ايه فايدته؟ الانجولار جايروس ده برده من المناطق المسؤوله عن فيجوال اسوسيشن ولو حصل يحصل انوميك افيزيا عارف الحاجه بس مش عارف اسمها مش عارف هاو انوميك افيزيا او الانجولار جايروس بيخليك انك تقرا الحاجه في سرك فكلام جميل صح. طيب لو جينا سالنا ايه الفرق بين افيزيا وديسبارسيا؟ الافيزيا حصل في مشكله في السبيتش سنتر تمام. اما الديسبارسيا في تحتها او مش عارف اتكلم عشان مشكله ثانيه غير سبيتش سنتر تاند ماسلز اما ابا روتور موتور نيور ليجن فكان ممكن سلرد سبيتش او نيو سيربلم سندروم استكات سبيتش او باركنسونيزم يبقى سلو موتور سبيتش تمام. لو جينا للسليب معروف ان السليب الريم والنون ريم ايه الفرق ما بينهم؟ السليب نون ريم والريم النون ريم سليب ده اول حاجه هنتكلم على الديوريشن بتاعته اول حاجه هو 80% من السليب كله تمام والديوريشن بتاعته بيبقى كله هو بيجي على فترات كل فتره 90 دقيقه الريم هو 20% باين وبيجي على فترات كل فتره 20 دقيقه تمام. وكمان بيبقى اكتر لما اجي من ناحيه كل الصبح بيبقى اكتر في الصبح اكتر تمام. النون ريم ليه 4 ستيج اول ستيج اللي هو السيدا بعد كده هيحصل عندنا كي كومبلكس وسليب سبيندنج بعد كده هتبقى دلتا بعد كده لو فريكونسي دلتا قوي تمام. الناحيه الثانيه عندنا في الريم عندنا البي كومبلكس ساعتها بي ريجولر لو بلش ريجولر بي كومبلكس دي في البلش بتاعته. نتكلم على السيمبثاتيك هنا في النون ريم سليب دي اول حاجه دي بتقول عن فيزيكال ريسك فبالتالي ممكن بار سيمبثاتيك هو اللي شغال هيقلل الهارت ريت والريسبيريشن وكل حاجه وكمان مفيش اكس اوكلر ماسل مفيش اكس اوكلر ماسل شغاله والعين مش هتتحرك عكس الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه هيبقى السيمبثاتيك ممكن هو يشتغل هيزود الهارت ريت هيزود الريسبيريتوري ريت وهيشغل اكس اوكلر ماسل يعني هتلاقيها بتتحرك كتير وبيعمل ماركت انهبيشن للمسل المسل بوم الناحيه الثانيه ستارت انهبيشن. نيجي لاخر جزء عندنا اللي هو في النون ريم سليب ده الجروس هرمون هيبقى كتير قوي والدريم مش هقدر افتكرها ومفيش بنايل ريتشن ومفيش تيس جريندنج وكمان بس في ووركينج او سبيتش دورينج ذا نايت وانا نايم ممكن امشي واتكلم الناحيه الثانيه مفيش كلام ده العكس كلام جميل. طب في حاجه اسمها انسومنيا وهايبرسومنيا ايه الفرق ما بينهم؟ انسوميا وهايبرسوميا انسوميا دي لو مش قادر مش عارف ينام اما هايبرسوميا بينام كتير تمام. امتى دي تحصل امتى دي تحصل؟ في اللعب بالثايرويد هرمون اما لو الثايرويد هرمون عالي قوي هتزيد اكتيفيتي هايبر يبقى انسوميا مش عارف ينام اما هايبرسوميا بينام كتير قوي في حاله مسديمه. طب يعني ايه سوم نامبيوليزم؟ سمعت عنها ولا دي معناها سليب ووكينج وسليب توكينج؟ في حاجه اسمها بروكسيزم ان الواحد وهو بينام سنه وبتخبط في بعض بيسموها تيس جريندنج كلام جميل. انت قلت لي ديتا لايك اللي هي في الريم حاجه اسمها بارادوكسيكال سليب يعني ايه؟ دي في النوم نايم اللي هو ايه انا نايم بس البرين بتاعي شغال هاي اكتيفيتي صح. ايه الفرق يا باسم بين بيتا وبين الفا ويفز؟ بيتا بتاعت الاي جي الفا ويفز الالفا ويفز دي ده اول حاجه الراجل قام يحطه في كمبيوتر فيزيكال انيمنت ريست ان هي هتبقى مقفوله الالفا هتبقى جايه هتبقى هتعمل الانسايد بتاعتها من الاوكسيبيتال والتمبرال لوب الامبليتيود بتاعتها 50 ملي فولت الفريكونسي 8 13 هرتز لو سكت بالسكت اما البيتا ساعتها هتبقى لما اطلب من الراجل اللي هو يفتح عينيه او اساله سؤال او اي حاجه فبالتالي شغلت فرونتال لوب الامبليتيود بتاعتها 25 ملي فولت والفريكونسي يبقى اعلى شويه من 18 30 هرتز تمام اللي هو دي سينكرونايزيشن وان انا لخبطت الويفز. يعني ايه ايفوكد بوتنشال؟ ايفوكد بوتنشال دي اجيب الراجل اعمل له انستيزيا
باجي اعمل استيميليشن للسيستم واشوف اي حته في كورس تنبه في بس لما اعمل عشان البرين مافي تمام اعرف فين السنترز بتاعت الفيجن او الهيرنج او كده. كده كلام جميل. طب هنيجي بقى لموضوع تاني موضوع مهم جدا عايزين نقوله الهايبوثالاموس ايه الفانكشنز بتاعته الهايبوثالاموس ايه الفانكشن عندنا اول حاجه البرايم فانكشن عن طريق الكونكشن بتاع سواء بورتر كونكشن او النيرفس كونكشن بتتريجليت عندنا اوتونوميك فانكشن عن طريق في بعض ميركس مثلا كوبراس مثلا كده فيه بعد كده عندنا فيدنج في فيدنج سنتر اللي هو الدبسات الموجوده فيه فيدنج سنتر وساتلايت سنتر وكمان عندنا بيتحكم في الووتر ووتر فوليوم عن طريق الالوستينو والثيرست سنسيشن وكمان عن البادي تمبريتشر عن طريق الهيت لوس وهيت جين سنتر وكمان في السليب بيتحكم في كنترول السليب والبيولوجيكال كلوك كلام واحد كلام صح واحنا لما نيجي في الميتابوليزم باذن الله هنتكلم على علاقته بالتمبريتشر ريجوليشن بس انا عايز اسال سؤال هو بيتحكم في السليب سايكل عن طريق النيوكليوس اسمها ايه سوبراكلاسمال تمام هي المنبه بتاعنا طيب السليب هل اكتف ولا باسيف هو في اثنين ثيوري الكلام ده في ثيوري بتقول ان هو بيعمل اللي هو راسي وتقول الاكتيفيك سيستم ده مسؤول عن الورك فور نيس او كونشوس بتاعتي حصل له بس في البيشنت تاني بس دي نظريه دي مش ابروفد بالمين فيزيولوجي النظريه الثانيه بتقول ايه ان الراس حصل له اكتيف انهبيشن عن طريق سليبنج سنتر اللي هي ممكن تبقى لاف ماجنت نيوكليس انتفر سيروتونين او تيوبولار فورميشن نفسه او عن طريق النيوكليس اوف تراكت سيروتيريس او نيوكليس سيريول نيوكليس سيريولس اللي بتفرز دوبامين هو نور ادرينالين اللي في البرين تمام او داين تيفرو نفسه تمام طب الليمبيك سيستم اخر سؤال بيعمل ايه الليمبيك سيستم فانكشنز بتاعه مسؤول عن الاولفاكشن بيرسبشن واكسبلينيشن اوف اولفاكشن مسؤول عن برضه ليه جزء بالاوتونوميك فانكشن عن طريق الكونكشن بتاعه بالهيبوثالاموس وكمان مسؤول عن الماتيرنال وسيكشوال سنسيشن او موشن ومسؤول عن الفيدنج سنتر مش فيدنج او بيهيفير عن طريق الماجنولويد نيوكليس وكمان مسؤول عن الموتيفيشن والايموشن تمام شكرا يا بس